من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في علم الرسول وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام والأبواب والروايات الدالة على ذلك باب من أبواب كتاب الكافي الشريف عنوانه الكليني رضوان الله تعالى عليه بعنوان باب أن الأئمة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه حسب ما يظهر من بعض الروايات هي مئة وأربعة كتب وهذه نزلت بألسنة مختلفة لأن الله سبحانه وتعالى بعث أنبياءه الى اقوام مختلفي الالسنه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم وحتى لو انه ارسلهم للعالمين اجمع فانما ارسلهم بلسان قوم هم من اولئك القوم من اولئك هم القوم وهؤلاء الانبياء كانوا يرسلون اشخاص نذر رسل الى الاقوام الاخرين بلغاتهم فيترجمون لهم الكتاب. الله سبحانه وتعالى انزل التوراه على موسى وكان لسان بني اسرائيل العبريه فالتوراه نزلت بالعبريه. و أنزل الإنجيل على عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وعيسى أيضا من بني إسرائيل فأنزل الإنجيل بالعبرية أنزل كتاب على نوح بلغة نوح أنزل كتاب على إبراهيم بلغة إبراهيم وهكذا هذه الكتب باعيانها غير المحرفه كلها كانت من مواريث الانبياء يعني يتناقلها نبي الى نبي اخر الى ان وصلت الى عيسى ومن عيسى الى اوصياء عيسى حجج الله الى ان وصلت الى يد محمد صلى الله عليه واله ومن رسول الله محمد الى امير المؤمنين والى الائمه واحدا بعد اخر وهي الان عند الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهي في صندوق يسمى بالجافر الابيض الجافر الابيض صندوق هذه الكتب موجوده فيه حسب ما في الروايات وستاتي ان شاء الله تعالى هذا بالنسبه الى رسم هذه الكتب زين هذه الكتب بلغات مختلفه الله سبحانه وتعالى علم رسوله محمدا جميع تلك اللغات فلذا الرسول صلى الله عليه واله كان يعرف هذه الكتب ويعرف ما في هذه الكتب زين هذه الكتب هي كلام الله لها معاني الله سبحانه وتعالى علم معاني هذه الكتب لرسوله، وعلمه تأويلها، ومن رسول الله صلى الله عليه وآله انتخل انتقل هذا العلم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين ومنه إلى الأئمة واحدا بعد آخر. وهذا ليس من قدرة الله ببعيد ولا يستلزم غلوا لماذا؟ لأن الغلو أحد أمرين إما أن تؤله شخصا والعياذ بالله يعني يرفع إنسان إلى درجة الربوبية إلى درجة الألوهية هذا غلو كما غلت النصارى في عيسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام رأوا المعاجز من عيسى أحياء الموتى إبراء الأكمة الأبرص الأخبار بالمغيبات وما إلى ذلك من معاجزه فقالوا إنه رب إنه إله بل بعضهم قالوا إنه هو الله والعياذ بالله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة في ايه اخرى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم هذا رفع انسان الى درجه الالوهيه هذا غلو وهذا النوع من الغلو يستلزم الخروج عن الدين الغالي بهذا الغلو كافر النوع الثاني من الغلو ان ترفع انسان لا إلى درجة الربوبية لكن ترفعه ترفعه إلى درجة ليس هو في تلك الدرجة وهذا قد يستلزم الكفر وقد لا يستلزم الكفر يعني مثلا إنسان ليس بنبي أنت تعتقد فيها النبوة هذا غلو فيه لماذا؟ لأنه ليس بدرجة النبوة هذا النوع يستلزم الكفر. إنسان لا تصدر على يده المعاجز، تنسب المعاجز إليه. هذا نوع من الغلو، لكن هذا النوع لا يستلزم الكفر، وإنما يستلزم الضلال. إنسان عادي، تنسب إليه المعاجز من دون دليل. لكن إذا أنت اثبتت مقاما لإنسان وقد دل الدليل على ذلك المقام هذا ليس بغلو، أنت تقول أن نوح نبي هذا غلو في نوح؟ لا لأن هذه الدرجة الله سبحانه وتعالى منحه لنوح أنت تقول أن عيسى يحيي الموتى بإذن الله يحيي الموتى بإذن الله هذا غلو كلا، لماذا؟ لأن هذه معجزة بإذن الله ثبتت بالدليل القطعي وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم يدل على أن عيسى كان يحيي الموتى فهذا ليس غلو في عيسى. فإذا إذا هناك منصب أو قوة وقدرة دل الدليل على ثبوتها لإنسان، الدليل الشرعي دل على ثبوتها لإنسان فاعتقاد ذلك المنصب وتلك القوه او القدره في ذلك الانسان ليس من الغلو في شيء. زين انت تعتقد بان الله سبحانه وتعالى علم رسوله محمدا صلى الله عليه واله الكتب السماويه التي انزلت الى الانبياء السابقين. تقول ان الله علمه. هل هذا تأليه؟ كلا. علم ما في هذه الكتب هذا ليس بتأليه حتى يكون حتى يكون غلوا. هل هو خلاف الدليل؟ كلا دلت الادله الروايات وكذلك الادله الاخرى التي ذكرت في علم الكلام وعلم المعارف ان الله سبحانه وتعالى علم رسوله العلوم المختلفه فليس غلوا في الرسول هذه الامور ان يعلم اللغات ان يعلم الكتب التي نزلت بهذه اللغات وان يعلم معانيها وان يعلم تاويلها كل ذلك بتعليم من الله سبحانه وتعالى ثم تقول ان رسول الله من ضمن العلوم التي علمها امير المؤمنين عليا عليه السلام هذه العلوم فذلك ليس بغلو في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولا رفع له إلى مستوى الألوهية أو رفع له إلى مقام لم يجعله الله سبحانه وتعالى له. فإذا الروايات الكثيرة دلت على أن هذه العلوم عندهم هسه في هذا الباب الكليني يروي روايتين روايتين الرواية الأولى مفصلة ينقل منها الكليني ما يخص الباب والشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب التوحيد روى هذه الروايه مفصله كلها، وحاصل هذه الروايه ان رجلا نصرانيا كان جاثليقا حسب ما يقال ان بعض فرق النصارى ولعله الارثوذكس اكبر شخصيه دينيه عندهم يسمى البطريق اللي هو مثلا كالباب في الكاثوليك اللي هو اعلى شخصيه كاثوليكيه تسمى الباب في الارثوذكس حسب ما نقل اعلى شخصيه هذه تسمى البطريق ثم الدرجه الثانيه في الارثوذكس يسمى الجاثليق كما أنه في, في الكاثوليك الشخصية الدينية الثانية تسمى الكاردينال على كل حال فجاثليقا من النصارى كان يسمى بريح أو بريحة ولعل هذا تصغير لإبراهيم في لغتهم فبريح أو بريحة هذا التقى في زمان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بهشام بن الحكم فتناظر معه، هشام بن الحكم في الأساس لم يكن شيعياً كان من المخالفين، لذا كان مجسماً في بداية أمره، لكنه كان منطيقاً وكان لسانه حاداً فأحد أقربائه جاب عند الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وكان يخشى من أنه يجرح الإمام بلسانه أو يهينه، لكن كان يشوف أن هذا الشاب له قابلية، فإذا اهتدى يمكن يكون خير له وللناس، فجاء إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وتناظر مع الإمام الصادق. فالإمام غلبه بالحجة فاهتدى هشام إلى الحق إذا عندما تشوف أنه بعض الأمور منسوبة إلى هشام من الحكم من التجسيم وما إلى ذلك هذا يرتبط بمرحلة ما قبل اهتدائه بعد أن اهتدى لأن إلى القابلية الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام علمه الكلام والمناظرة في مسائل التوحيد والنبوة والمعاد والإمامة وغير ذلك زين هذا الجاثليق التقى بهشام من الحكم وتحاجج في مناظرة فغلبه هشام بعد ذلك هشام قال لهذا له الجالس جاثليق بريح أو بريحة قال له لنذهب إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام زين. جاء به إلى الإمام الصادق فالتقى بالإمام الكاظم وكان شابا فالإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام قرأ له التوراة بلسانها لأن الإمام قال له يا بريح كيف علمك بكتابك قال انا به عالم ثم قال كيف ثقتك بتاويله قال ما اوثقني بعلمي به يعني عندي ثقه كامله بعلمي بتاويل كتابي فالامام بدا يقرا اليه الانجيل بلغته الاصليه الجاثليق هو يعرف الانجيل فرأى ان الامام يقرأ الانجيل الذي انزل على عيسى مو المحرف يقرأه قراءه متطابقه مع الاصل وبلغته التي نزلت على عيسى على نبينا واله عليه الصلاه والسلام فهنا الجاثليق اسلم لماذا اسلم؟ لانه اولا كان يعلم بضعف حجه النصارى. يعلم بضعف حجتهم. هو عالم مو انسان جاهل، يمكن ان على كل حال تنطلي عليه الامور، يعلم بضعف الحجه. هذا من جهه. من جهه ثانيه كان يبحث عن الدين الحق. فكان قبل ان يلتقي بهشام ومن ثم بالامام موسى بن جعفر عليه الصلاه والسلام قبل ذلك ذهب الى مجموعه من المسلمين من الفرق الاسلاميه فحاججهم فلم يتمكنوا من الغلبه عليه لان حجتهم ايضا كانت ضعيفه فلما التقى بهشام غلبه هشام فعرف ان هذا الدين هذا المذهب هو الدين والمذهب الصحيح بس كان يحتاج له إلى شوية تتمة، اكو أحياناً الإنسان يقتنع بمذهب بدين لكن يحتاج لشوية زمان مثلاً أو يرى بعض الآيات الأخرى لكي يطمئن قلبه، فعندما جاء إلى الإمام الكاظم ورأى الإمام يعرف التوراة يعرف الإنجيل بلغتها ويقرأ ذلك وصار كلام بينهما حول بعض المسائل المرتبطه بالتوراه، بالانجيل. فهنا تيقن بان الحق هنا، لذا اظهر الاسلام. وبعد ذلك التقى بالامام الصادق عليه الصلاه والسلام وحسن اسلامه. والامام عليه الصلاه والسلام امر هشام ان يعلمه بعد استشهاد الامام الصادق عليه الصلاه والسلام بقي مع الامام الكاظم وتوفي في زمن الامام الكاظم في هذا الزمن توفي في الحديث يعني التتمه التي يرويها الصدوق في التوحيد ثم لزم موسى بن جعفر عليه السلام حتى مات في زمانه فغسله بيده الإمام الكاظم الإمام الكاظم غسل هذا الجاثليق الذي أسلم بيده وكفنه بيده ولحده بيده وقال هذا حواري من حواري المسيح يعني كأولئك مثل أولئك الحواريون خلص أصحاب المسيح على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام هذا كأولئك إنسان كان مخلص فلما رأى الحق آمن وحسن إسلامه يعرف حق الله عليه مو يقول أنا جاثليق وعندي منصب وعندي أكلة أو أكلة من جماعتي وعندي شخصية ورئاسة عليهم وكذا لا كان يبحث عن الحق فلما وجد الحق قبل ذلك الحق، وين هو رئيس؟ وين هو يصير واحد من المسلمين حاله حال بقيه المسلمين مثلا؟ هذا انسان يحرف الحق زين ولذا الامام بجله بهذا التبجيل فيقول هشام فتمنى اكثر اصحابه يعني اصحاب الامام الكاظم ان يكونوا مثله يعني يصلوا الى هذه الدرجه اللي التي وصل اليها هذا النصراني الذي اسلم زين، هذه خلاصة القصة، الشاهد في هذه القصة هذا المقطع، أن الإمام الكاظم حينما قرأ الإنجيل على هذا الشخص هشام بن الحكم، نقل هذا الأمر إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فحكى له هشام الكلام الذي جرى بين أبي الحسن موسى عليه السلام وبين بريح، فقال أبو عبد الله يعني الإمام الصادق: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، يعني الإمام الكاظم صحيح هو شاب في زمان أبيه، لكن الله سبحانه وتعالى اصطفاه كما ذكرنا هذه الايه نزلت في الائمه عليهم الصلاه والسلام من اهل البيت ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهذا انسان اصطفاه الله وهذا العلو هذه العلوم من العلوم التي وصلته بتعليم من الله سبحانه وتعالى من ابائه واجداده الى رسول الله صلى الله عليه واله. الآية الشريفة إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم اختاره للنبوة وللخلافة إني جاعل في الأرض خليفة فلذا خلقه بطريقة يكون قابل لهذا المنصب الإلهي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة داخلون في آل إبراهيم وآل عمران وآل عمران اصطفاهم أيضا آل عمران منه إما يراد بعمران والد موسى وهارون فيراد بآل عمران يعني موسى وهارون واما يراد بعمران والد مريم فيراد من آل عمران مريم وابنها وابنها عيسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام ذرية بعضها من بعض فآل عمران من ابراهيم. ابراهيم من نوح. نوح من ادم الله سبحانه وتعالى جعل الاصطفاء في سلسله متسلسله. ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين. هذه الآية قرأها الإمام الكا... الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لهشام ابن الحكم ليقول له إن ابني موسى ابن جعفر هذا العلم الذي عنده لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه، والإمام الصادق له هذا العلم لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه، ومن أهم المسائل المرتبطة بالاصطفاء العلم. <applause> زين. فقال بريح. حس هذا الجاثليق النصراني الذي اسلم لتوه يسال أَنَّ لكم التوراه والانجيل وكتب الانبياء كيف لكم هذه؟ هو كان يعرف قرا الانجيل الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام قرا عليه الانجيل ولعله قرا عليه التوراه لعله قرا عليه كتب اخرى من وين هذا العلم عندكم؟ قال الإمام الصادق هي عندنا وراثة من عندهم. يعني هذه كتب الأنبياء أورثت إلى الأوصياء من بعدهم إلى أن وصلت إلى الرسول محمد صلى الله عليه وآله ومنه إلينا. لذا إحنا في زيارة وارث ماذا نقرأ؟ نقول السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث ابراهيم خليل الله وهكذا ورثوهم هذه الكتب هذه العلوم خصائص النبوه الصفات الكمالات ورثوها منهم هي عندنا وراثه من عندهم زين مره واحد يرث شيء ولا يعرف ما فيه مرة واحد يرث شيء هو يعلم ما فيه لذا يقول الإمام نقرأها كما قرأوها قرأوها بالعبرية نقرأها بالعبرية قرأوها بالسريانية نقرأها بالسريانية قرأوها بأي لغة أخرى نقرأها بتلك اللغة ونقولها كما قالوا يعني نفسرها كما فسروا لأن الرسول محمد صلى الله عليه وآله نبي أولئك الأنبياء الذين وزلت عليهم الكتب أنبياء لا نفرق بين أحد من رسله لا يفسرون تفسيرين أحدهما باطل والآخر صحيح لا كل الأنبياء على الحق فالتفسير الذي فسره الأنبياء أصحاب الكتب هو التفسير الصحيح نفس ذلك التفسير يفسره الرسول محمد صلى الله عليه وآله نفس ذلك التفسير يفسره على الائمه عليهم الصلاه والسلام ونقولها كما قالوا ثم الامام يذكر عله ذلك زين الله لا يعمل عملا عبثا ولغوا تعالى وجل عن ذلك زين الله سبحانه وتعالى لماذا علمهم هذه العلوم له اسباب كثيره من جمله تلك الاسباب ان حجه الله يلزم عقلا ونقلا ان يكون افضل الخلق لو مو افضل الخلق اكو واحد افضل منه يصير ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح ترجيح المفضول على الفاضل وهو قبيح يعني اذا انسان له القابليه التامه من كل الجهات وهو افضل من الجميع هذا تخليه المرؤوس وتجيب واحد اللي هو مفضول وتخليه رئيس على هذا الافضل هذا قبيح عقلا قبيح شرعا لذلك الله سبحانه وتعالى اذا جعل انسانا حجه على ناس يصطفي ذلك الانسان ويجعله افضل من جميعهم زين ومن اهم مسائل التفضيل العلم لذا الله سبحانه وتعالى حينما كان يريد فضل ادم على الملائكه ويامرهم لان يسجدوا له وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه يعني فضله بالعلم زين عندما تبين لهم انه هو الاعلم منهم فهو الافضل منهم امرهم بان يسجدوا له في هذا الزمان او في اي زمان هناك حجه لله سبحانه وتعالى عينه الله اختاره الله يجب ان يكون افضل من جميع رعيته افضل منهم في كل الجهات ومن تلك الجهات العلم بحيث اذا سئل عن شيء لا يقول لا ادري يعني هذا الجاثليق اذا كان ياتي مثلا ويسال حجه الله عن التوراه او الانجيل اللذين انزلهم الله سبحانه وتعالى زين هو هذا الجاثليق يعلم بالتو بالانجيل ولعله كان يعلم بالتوراه ايضا زين هو يعلم لكن حجه الله لا يعلم في هذه الجهه يكون افضل من حجه الله، زين ليش ذاك صار حجه علي؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى حكيم لا يعمل عملا قبيحا ولا ينقصه شيء يعني الله يعلم رسوله محمدا صلى الله عليه واله جميع العلوم هل الله عاجز؟ كلا، هل تنقص خزائنه؟ كلا، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا فلذلك حكمته تقتضي ان يجعل حجته افضل الخلق في زمانه واذا كان افضل الخلق الافضليه يعني ان يكون اعلم منهم في كل ما يعلمون لذا الامام يبين هذه القاعده الكليه ان الله لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا أدري إذا إحنا ما عدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سئل عن شيء وقال لا أدري الأئمة سئلوا عن شيء فقالوا لا ندري الرسول صلى الله عليه وآله سئل عن شيء ويقول لا أدري كلا نعم أحيانا الرسول صلى الله عليه وآله كان يؤجلهم انتظارا للوحي كما في قضية الكهف حينما سئل سؤل سئل عنها لأنه لا يسبق ربه ينتظر الوحي لكن أن يسأل عن شيء ويقول لا أدري ولا طريق لي إلى العلم إلى ذلك هذا يسبب أنه غير اللي يعلمون بالمسألة يكونون أعلم منه في تلك المسألة فيكونون أفضل منه في تلك الجهة والله سبحانه وتعالى لا يجعل غير حجته أفضل من حجته ولو في جهة من الجهات، لذلك الله سبحانه وتعالى علم رسوله محمدا ومن بعده الائمة جميع العلوم التي علمها البشر او سيعلمها، يعني هاي العلوم اللي الان البشر يعلمونها وكل اليوم العلم دا يتطور، كل هذه واكثر منها واكثر منها واكثر منها علمها الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا ومن بعده الائمة، لان الله قادر وليس بعاجز تعالى عن ذلك ولا ينقصه شيء. وباصطفائه الرسول صلى الله عليه واله ومن بعده الائمه كانت لهم القابليه لتلقي ذلك العلم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا واياكم معرفه وعلما هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.